أكيد هذه الانتخابات هي أهم انتخابات يمر بها العراق الآن. ربما الكثير لديه كل له هواجس، ولكن نهني بعض من الوقت أوصف لك المشهد الذي نقف عليه اليوم في هذا الصمت الانتخابي. يعني العراق عبر 17 سنة مثل الجرم الذي يعني هائم في الفضاء تجاذبه الكواكب، ومنذ تشرين دخل هذا الجرم إلى لنقول الغلاف الغازي للكرة الأرضية وبدأ يشتعل وبدأ يتشظى. غدا سيصطدم هذا الجرم في سطح الأرض، ولا نعلم كم تبقى حجمه، ولا نعلم ما هي ردود الفعل التي ستأتي منه، ولكن مؤكد هذا الجرم الآن يعني تلاشى الكثير منه. الآن أمامنا انتخابات لسلطة تشريعية لمجلس النواب من أصل 5 آفاق للمجالس التي يجب أن تنتخب وتكون في العراق، مجالس النواحي، فالأقضية، فالمحافظات، فمجلس الاتحاد. أمامنا فقط مجلس واحد هو فقط مجلس النواب، وبالتالي هناك خلط بين الانتخابات كوسيلة لإكمال النظام الديمقراطي في العراق وبين العملية الانتخابية من حيث الانتخاب والاقتراع وفرج المرتب. وبالتالي على غدا الكل سينتظر ماذا سينتج بعد غد، ماذا سيكون الواقع الذي بين أيدينا. التغير إن لدينا نظام برلماني جديد يعني ضعيف جدا، 4 نواب من كل قضاء. كيف يستطيع 4 نواب من كل قضاء أن يكونون لديهم المهنية في تعيين السفراء والوزراء والحكومة ومراقبتها وتحديد الموازنة، وفي الوقت هم يمثلون أحد أقضية العراق؟ من سيراقب مدير الناحية والقضاء والمحافظة في ظل نسف وإلغاء مجالس المحافظات بأكملها وعدم تعويضها في هذه الانتخابات؟ النظام الديمقراطي بأكمل الآن موضع نسف. مجلس النواب لا يشكل إلا 10% أهمية من مجلس الاتحاد في النظام البرلماني، وبالتالي نحن نعول على نظام له إمكانيات 10% يغطي 90% من مهمات مجلس الاتحاد ويغطي عن الدور الرقابي والتشريعي لمجالس النواحي.